صباحكم الله بالخير مشاهدينا الاعزاء، واليوم راح نتكلم عن موضوع شيق ومطلوب والكل الناس تحبه للاسف، وانه موجود بكل بيت، اللي هو الشيبس. انا لما اقول كلمه شيبس، شنو الشيبس؟ الناس يحطون بالهم انه بطاط. البطاط هو نوع من الخضروات، ولكن الشيبس اللي هو الخضره اللي تكون يابسه ومجففه وتكون عاد بروسس بطريقه مو طبيعيه. طبعا وايد سمعنا ان الشيبس مضر، في املاح عاليه، في مواد حافظه وكذا كذا، وقام تطلع منتجات جديده ويقول لك هذا اصح. انا بعطيكم تريك بسيط يعلمكم الفرق ما بين الشيبس المفيد والشيبس المو مفيد. هذا واحد. شيء ثاني، اسهل ما يمكن تروح تسوي شيبس البيت. هذا افيد انواع الشيبس، ترى ما يبي له شيء. ما شاء الله الحين الانترنت متروس بطرق كثيره شلون تقدرون تسوونه في البيت وتخلونه يطول معاكم. طبعا في اجهزه اللي تجفف الفواكه الخضروات، انا اسفه، من كان جزر، من البطاطا الحلوه، ومن هالسوالف هذه اللي نقدر نسويها شيبس. ولا تظلمون البطاط، البطاط مصدر عالي لمضادات الاكسده، في نسبه عاليه من البوتاسيوم، فيعني يعتبر من الخضروات المفيده. ولكن لما يصير شيبس من شركات تكون لاعبه فيه زياده وحاطه فيه مواد حافظه، هني فقد فائدته. كان من بطاط، كان من جزر، كان من كوسه، كان من اي خضار انتقل وصار في كيسه، هني ترى يكون فاقد القيمه الغذائيه اللي تكون متواجده فيه. فهذه النقطه الاساسيه. النقطه الثانيه، السعرات الحراريه. كل ما كان الشيس صغير، كل ما ضمننا ان احنا قللنا من السعرات الحراريه. ودائما لما تطلعون الجدول الغذائي، تاكدوا ان الجدول المكتوب على كميه الشيس، يعني اذا كتبوا 100 جرام، تاكدوا الشيس كم فيه، 20 جرام، 15 جرام، 50 جرام، عشان تعرفون اللي قاعد تقرونه صح ولا لا. انزين، شنو الترك اللي احنا نقدر نختار الشيبس الصح اللي شيء سريع واليهال يحبونه وما نقدر نستغني عنه؟ مثل ما قلت لكم، اول نقطه تكون الكيسه صغيره. افضل دائما حطوها عندكم نقطه ببالكم، 15 16 جرام مو اكثر بالكيسه. هذا واحد. شيء ثاني، المكونات. كان حاطين لكم بمكان كله اورجانيك مو معناته انه احسن من المنتجات اللي احنا دائما نشتريها. انظروا المكونات، كل ما كانت المكونات اقل كل ما يكون افيد، كل ما كانت المكونات اكثر كل ما هني ضرنا. يعني انا وايد مر علي منتجات تكون على قولتهم اورجانيك، او اللي يقول لك اياها ان هي كلها خضروات، تكون فيها مواد حافظه اكثر، الوان اكثر من الشيس العادي اللي تكون قليله الملح، 15 جرام تلقون ما فيها شيء غير الشيبس وغير الملح وغير حتى الوان ما يكون فيها. فهذا الشيء دائما مهم، وانظروا له مكونات الشيس، كميه الشيس اللي تكون متواجده. وانصحكم اسهل منه تسوونه في البيت ترى ماكو، وايد سهل بالفرن تسوونه بدون دهن وبدون شيء. ويعطيكم العافيه، ونشوفكم ان شاء الله بالفقرات القادمه.